مرحبا برج الدلو، اهلا فيكم. تعرف شلون احس هني؟ الشمس لما تطلع او تبزغ تضخم كل شي، توضح كل شي، تساعد كل شي على النمو. مشاعره تجاهك تضخمت، هذه هي الكلمة بالضبط عشان نكون دقيقين. كانت مجرد بذرة، كانت صغيرة بالنسبة للمشاعر. للأسف ان مشاعر شريكك ما نمت بالشكل المطلوب وما وصلت الى المستوى اللي انت تتمناه لما كنتوا مع بعض. ما كان مستعد حتى انه يقدم التضحيات، انه يقوم بالامور الصعبة، التنازلات لما كنتوا مع بعض. نمت وشافت ضوء الحياة مشاعره الحين لما ابتعدتوا، لما صار احتمال وايد صعب انك تثق فيه مرة ثانية وترجع لي يا برج الدلو. خلينا نشوف الكرت اللي بعده. النجمة، هذا كرتك انت، طلع عند الشريك. اوضح من كذي ما في. انت وبرج السرطان من الابراج اللي طلعت كرتاتكم الخاصه عند الشريك. وجود كرتك هني عنده معناته انه ان انت هو كل ما يفكر فيه في هاي الفتره. مهووس بالتفكير، مهووس بالتخيلات، مهووس بالاسئله اللي تتعلق بخصوصك. وين انت وشنو قاعد تسوي؟ هل مضيت قدما مع أحد ثاني؟ هل عندك أحد ثاني في حياتك؟ هل أنت مشغول؟ هل أنت أصلا طرى على بالك؟ يفكر هو، هل أنا جيت على بالك؟ وايد أسئلة عنده يفكر ولكن ما يحصل جواب. من المحزن فعلا إحنا نترك شخص وما تنبت مشاعره، ما تطلع مشاعره، سبحان الله، إلا لما أصير الفرق. ملكة الأرض، هني في هالكرت كأنما شريكك يقول أنا واعي وفاهم أن مو كل أوقاتنا أو كل معاملتي مع برج الدلو كانت طيبة. سويت بعض المشاكل، سويت خذلان، أحبط برج الدلو، غلط في حقه، ولكن لو يرجع فيني الزمن بعد راح أعيد وأكرر الأسطوانة معاه. حتى لو ما كنت أقدر أغير ولا شيء، قاعد أحس هني عند الطاقة اللي ما يقدر يغير الأمور اللي أنت كنت محتاج يغيرها. كان مستعد يعطيك أشياء وايد غير، بس مو الأمور بالضبط اللي أنت تطلبها. كان خص الارتباط. ملكة الأرض، كأن هذا الشخص لحد الآن في نفس وعنده أمل وعنده طاقة. للأسف كل هذا ما جاء إلا لما صار البعد، لما صار الفراق. عنده طاقة إنه يرجع ويعيد الكرة معاك، يرد يفتح الصفحة، يرد يحاول من جديد. نفسه في أوج قوته، يمكن أنت اللي تعبت وقلت له خلاص، بس هو هذا الشخص لحد الآن ما عنده مشكلة. يعني لو يرجع فيكم الزمان أو لو يصير من جانبك شيء، لو تفتح باب التواصل معاه ما عنده مشكلة. ولكن السؤال، هل فعلا تغير؟ مشاعره كثرت، تضخمت. يمكن قصة كل ممنوع مرغوب، لأن أنت أصبحت ممنوع، لأن صرت بعيد عنه، صرت بعيد المنال. هل أنت تقدر تمسك النجمة في يدك؟ ما تقدر، النجمة جدا بعيدة، ملايين آلاف السنوات الضوئية. نفس الشغلة، لأن أنت صرت بعيد المنال فصار الحين مستعد أنه يقدم لك شيء مثل الطعم عشان ترد ترجع لجنابه. السؤال اللي بعده، هل الشريك راضي وسعيد بالانفصال؟ عندنا كرت العدالة، كرت برج الميزان، عندنا هني كرت برج الأسد، وهني الأبراج الترابية، جدي، ثور، عذراء. أحس طاقة هذا الكرت مقلوب. شريكك يحس أن ما كان من العدل، ما كان من الإنصاف أن أنت ما تعطي يمكن فرصة يعدل أغلاطه، ولو أنه هني قاعدين إحنا نشوف الحقيقة أنه ما يقدر يعدل أغلاطه لحد الآن. ولكن أحس من غير العدل أن أنت ما تعطي فرصة، أن أنت أخذت قرار الانفصال بروحك، أن اللي صار مو عدل ومو إنصاف. بغض النظر من اللي أخذ قرار الانفصال، ما كان عدل ومو راضي عنه. مو راضي عنه أحس هني لأنه خدش كبرياءه، مو لأنه هو ندمان ويبي يصلح ويبي يعطيك اللي قبل ما كان يقدر يعطيك إياه. لا، يحس إن أنت بديت نفسك واخترت نفسك، وهذا الشيء مو عاجبه. عشر الأكواب، يمكن أنت تتمنى الزواج،
تتمنى الارتباط، تتمنى الوفاء الحقيقي في العلاقة. لما تقول أنت برج الدلو أنا فعلا أبي علاقة، تكون بالمعايير المطلوبة 10 اكتمال كل المواصفات. ما في علاقة كل شيء فيها مثلا أوكي ولكن مثلا مو مستعد أنه يرتبط، أو كل شيء فيها أوكي ولكن يخون. في أمور معينة ما نقدر نتنازل عنها، هذا أنت، هذا اللي شافه منك أنت. فكأنما هني يقول برج الدلو اختار اللي في مصلحته وسوى اللي يصلح له، لأن أنا ما كنت من العدل، يمكن حتى يقول من العدل والإنصاف أنه هو تركني، لأن أنا ما كنت أستعد، ما كنت مستعد لحد الآن أني أعطيه كل ما يتمناه ويستحقه. آخر شيء الغصن الأول، كأنما هني قاعد هو يشوفك هني، ما يخص رضا، لأن شفنا أنه مو راضي أو يحس أنه من غير الإنصاف اللي صار، ولكن في نفس الوقت يشوفك ان انت يمكن لعاب، ان انت ما كنت معاه جاد، ان انت اللي ما تمسكت فيه. عنده شوي طاقة لوم ايضا، تفكيره فيك الحين اكيد برج الدلو لقى شخص ثاني، مع شخص ثاني، هايم في هوا شخص ثاني. هذه هي طريقة تفكيره فيك، او اللي يعتقد ان انت تسوي، لان هني عنده تساؤلات اذا تذكر. فهني الجواب لتساؤلاته يعتقد ان انت لحد الان قاعد تبحث عن المتعة. هل مثلا ابتدت علاقتكم ان انتوا تبحثون عن مجرد صداقة، استمتاع، تغيير جو، بعدين صار في تحول في المشاعر؟ لما صار في تحول من في المشاعر، سوري، الشريك هو اللي فشل انه يعطيك او يحول هذا الشيء اللي بينكم الى شيء جاد، الى شيء رسمي، شيء يخص الامور القانونية. آخر سؤال، كأنما عشان هني اختصر الجواب للسؤال، هو مو راضي، أحس إنه من غير الإنصاف اللي صار، ولكن في نفس الوقت من الإنصاف، لأنه مو مستعد يعطيك اللي أنت بيه، لذلك أنت أخذت نفسك ومشيت. السؤال الثالث، ما هي خطوة القادمة؟ عندنا 7 الخماسيات، راح يظل منتظر. يعني هذه الطاقة أنا أسميها جدا صعبة، خصوصا لما يتبعها برج ترابي أو برج نفسه طويل مثل برج الميزان، نفسهم وايد طويل. 7 الخماسيات راح يظل متمسك، ولكن في نفس الوقت ما يحارب. بتقولي شلون يا عليا، كلامك متناقض. من ناحية طاقة التخاطر، طاقة إنه يفكر فيك، تعرف لما يأتي شخص في بالك أنت خلاص نسيته وأنهيت وسكيت الباب، أرد يأتي في بالك كأنما أرد يفتح بينك وبينه، ترى هذا مجرد تخاطر قاعد يرد يدق عليه الباب ويفكر فيك. لما يفكر فيك أنت بعد يطري على بالك، وصيرون تفكرون في بعض، وترد المشاعر شوي تنفتح مثل صنبور الماي اللي رديت فتحته من جد وجديد بعد ما تعافى الجرح. فمن ناحية تحركات، ما أشوف في تحركات واضحة راح يسويها، يظل في طاقة الندم، الأسى، زعلان على نفسه وزعلان عليك، ولكن ما في تحركات حقيقية، ولا إن اللي خلاص مستعد إنه يصك الصفحة ويطلع من حياتك للأبد ويتنازل عنك للأبد. لا، يعني دائما كنت أقول لكم طاقة اللي واقف عند الباب، لا هو راضي يدخل داخل البيت ولا هو راضي يمشي، يظل لحوم حول البيت. هذه الطاقة احتمال في أي لحظة، في لحظة ضعف. هذه الطاقة هي الطاقة الأصلية الحقيقية، أو خطوة القادمة الحقيقية. في لحظة ضعف ممكن إنه رح يرسل لك رسالة، أو يحاول يتصل فيك إذا أنت مو مسوي له بلوك، أو يحاول إنه يعرف أخبارك عن طريق إنه يبحث عنك في الإنترنت. هذه محاولته المستميتة عشان يشبع فضوله، أو يشبع أسئلة هني، تساؤلات اللي تخصك أنت، أنت وين ومع من، شنو قاعد تسوي، يبي يعرف، يبي يرد يفتح الباب. وللأسف طلع عندنا كارت ملك الأكواب ولكن مقلوب. لما يكون مقلوب معناته اللي قلت لك إياه بالضبط. شنو أقول لكم أنا دائما في قراءاتي، خصوصا متابعيني اللي يتابعوني لفترة طويلة، نية الشخص ومشاعر الشخص أبدا لا تعني إن إحنا راح نحصل اللي نبيه واللي نتمناه منه.
لأن في جانب هني يقرب الطاقة، الأماني، الأحاسيس والنية، وفي جانب آخر هو جانب الأفعال. من ناحية التحقيق الحقيقي للأمور اللي أنت كنت تطلبها من هذا الشخص يا برج الدلو، الوعود اللي تبيه يوفي فيها، الوقفة الحقيقية، الإجراء الجاد للارتباط، الكرت هذا مقلوب، يعني راح يظل على نفس الحال، مو قادر يعطيك الأمور اللي تتمناها أو تبيها حاليا في الحياة، لكن في نفس الوقت مو مستعد إنه يفل ويذلف، راح أقولها كذي علنا، يذلف عن حياتك عشان تتجدد عندك الطاقة، لأن هني في شيء صاير ستك، ما قاعدة تتجدد الطاقة بسبب إنه لحد الآن يحوم حولك ولو على الأقل بطاقة إنه يفكر فيك. لكن لا تخلي هذا الشيء يوقفك عن إن أنت تمضي قدما، لأن أحس لحد الآن لو رجع حياتك أو لو فتحت له الباب، هذا الشخص لحد الآن طاقته راح تكون شوية سامة مؤذية، لأن لحد الآن كرته مقلوب ومو مستعد إنه يتعلم الدرس ويعطيك اللي تبيه. ما نضج، ملك ولكن مقلوب، عنده الإمكانات ولكن ما يبي يعطي لحد الآن، فلا تضيع وقتك معه. العزاب، أول سؤال: مواصفات الشخص القادم في طريقك. أربعة الأكواب، إما أنت إما هو، متأفئفين عن الحب. راح أقولك شلون. وراه فارس الأرض، فارس الأرض قاعدة أحس إنه هو نمط للشخص اللي شفناه في مجموعة المنفصلين. ارجعوا لقراءة المنفصلين إذا ما شفتوها، وعلى طول سويتوا سكيب وجيتوا لقراءة العزاب، وهني عندنا ست الأغصان. هذا الشخص يلاحظك في وسط أنت مشغول فيه، وسط عمل، وسط أهل، وسط حتى تدريب، أنت هني مشغول وقاعد تفكر بشكل جدي وقاعد تتصرف بشكل رسمي، هذا أنت. لقائكم أو شلون إنه يحاول يفتح معاك الباب، هذا الشخص خلينا نسميه كالكولاتيف، الشخص اللي يحسبها صح. أنا ما أحبهم هذين الناس، لأن هذين الناس ما يتصرفون بشكل عفوي. هذا الفارس ما يتصرف بشكل عفوي، ما يتصرف لأنه يحس إنه لازم يعطيك هذا الخماسي قد ملك، إن أنت تستاهله، لا، يعطيك هذا الخماسي لأنه حسب في عقله إن أنت أفضل شخص عشان يسلمك هذا الخماسي، يحسبها، مو يتمنى إنه يعطيك إياه، مو أمور القلب، أمور العقل. فارس جدا حذر، بما معناه راح يراقبك من بعيد في هذا الوسط المزحوم، يشوف ان انت ما عندك اي انتباه، اي اهتمام للحب، للرومانسية. اشوفك هني انسان رسمي، بروفيشنال، محترف، عينك على الهدف، عندك اهداف كبيرة تبي تحققها، مشغول والانتباه والاهتمام صاير كله عليك. احتمال كبير انه يكون من الابراج الترابية والابراج المائية ايضا موجودة عندنا هني. فهني اشوفه هذا الفارس الحذر البطيء، يحط استراتيجية واضحة يخططها، شلون يخترق هذا الشخص اللي على الحصان، في أشخاص محيطين فيه في هذا الوسط المزحوم، هو قاعد يفكر شلون يخترق هذين الناس، شلون يتحرك بدون ما يثير انتباههم، شلون يحاول يتقرب منك، يفتح معاك باب، بس الباب اللي راح يفتحه ترى مو باب حب على طول وتقرب، أنا راح يحسبها من بعيد ويراقبك ويشوف إن أنت يمكن مو متشجع عشان تدخل في علاقة حب، فشنو راح يسوي؟ لأن إنسان ذكي ومو عفوي، راح يحاول إنه يتقرب منك بشكل عملي، يفتح معاك موضوع بخصوص التدريب، يسألك سؤال، يستهبل كأنه مثلا مو عارف هذا الشيء وين يلاقيه، إذا أنت في وسط تدريب أو وسط عمل يفتح معاك موضوع مو محتاج انه يفتح معاك، عنده الجواب ولكن يسوي نفسه انه يبحث عن الجواب عندك انت. خلينا نشوف وظيفته وشكله. عشر الخماسيات، كان المفروض يكون متزوج، موارد المالية ممتازة، ولكن شكله ما يعكس هذا الشيء، يعني ما انت هني متوج امام الناس لأنك برج الدلو، أنت واضح،
ما تخبي شيء، لما تكون ناجح تراوي الناس انك ناجح، تتصرف كقائد لما تكون ناجح، لما تكون سويت شيء. هذا الشخص هو ناجح ماديا ولكن اشوفه هني يلبس رداء التواضع، ما يبي يفتح العين عليه، احتمال لانه ما يبي الناس يدخلون في حياته على طمع، متمكن ماديا من اسرة ايضا متمكنة ماديا، ولكن دائما يلبسون رداء ما بقول لك التواضع، لا مو تواضع، الضعفاء. يعني تعرف اللي غني بس يسوي روحه فقير، وكان مفروض يتزوج ولكن ما تزوج لأسباب خاصة فيه، ما يبي الزواج. مو جاد. ملك الأكواب، ملك الأكواب مرة ثانية، عشان كذي أقول لكم ارجعوا لقراءة المنفصلين، كأنما تكرار لنمط هذا الشخص. شفتوا الشخص اللي تكلمنا عنه في قراءة المنفصلين؟ لما إحنا حتى في قانون الجذب نكون أفكارنا، تفكيرنا حتى بنفسنا إحنا من شنو نستحق ما تغير، نظل نجذب نفس الأشخاص لحياتنا. هذا الشخص وايد وايد بشكل مخيف، إما هو نفس الشخص اللي جاي من قراءة المنفصلين أو شخص جديد ولكن بالضبط نفس النمط، نفس الستيروتايب، نفس الوظيفة، الارتياح المادي، كل شيء موجود تحت رجله وفي يده، يقدر أنه يرتبط، المفروض يكون ارتبط، ولكن عنده مشكلة. تشوفه من بعيد تقول هذا العريس اللقطة، لما تتعامل معه وخلاص تبتدي ترتاح له تتعلق فيه، تعرف بعدها متأخر أنه هو عنده مشاكل. مثل ما قلت لك بخصوص الزواج لازم أكون صريحة معاكم، لما تحس أنك قاعد تجذب نفس النمط لازم تتباعد عن النمط هذا، خصوصا النمط اللي ما قاعد يعطيك اللي أنت تتمناه في الحياة. خمسة الأكواب، المزيد. خلينا نشوف الحين شغلة، خلينا نركز، شفنا طاقته، خلينا نشوف شغلة. شكله وسيم، محافظ على جسمه، محافظ على شكله، يلبس لبس جدا أنيق، يعني خلينا نقول well represented. إنزين، بس يميل إلى الألوان الداكنة، عنده أسرار، مجال عمله عنده كذا مجال، عنده دخل يأتي من صوب الأهل، وأيضا هني يعمل في مجال إما طبي إما شيء يخص العقارات، التجارة، في شيء هني يخص التجارة. ولكن اللي مو عاجبني في طاقته إنه دائما يلبس رداء اللي الضعيف المسكين اللي ما له يد في أي شيء. خمسة هو رقم الفقراء بغض النظر عن الكرت نفسه، هني الرقم هو اللي يعني الكويت يبرج الدلو. خمسة يلبس أمام الناس لبس الفقراء، يعني هذا ما تشوفه أبدا في مكان تقول هذا ولد خير وعنده أموال، هذه حقيقته وهذا مظهره. في اسمه قاعدة أشوف أو أسمع حرف الطاء، ما أدري ليش. في اسمه، اسم جده، اسم عائلته، لقبه، ممكن يكون حتى عمله طبيب، طالب، whatever، هني في حرف الطاء. خلينا نشوف شلون تتعامل معه. ثلاث الأغصان وجنبها ملك السيوف. ملك السيوف تدري شنو يقول؟ حامل السيف مو عشان يخوف أحد أو يقص أحد، ملك السيوف لأنه دبلوماسي أنضج من ملكة السيوف، يقول لهم، يقول للأشخاص present your case، قدموا لي حجتكم، قدموا لي مشكلتكم، اثبت لي ليش لازم أعطيك فرصة، ليش أنت تستحق وقتي وانتظاري وتطلعي، ليش أصلا لازم أتعب نفسي حتى لو 5 دقائق من وقتي أحطها معاك أتكلم أعطيك فرصة، ليش؟ أقنعني. ولكن ملك السيوف حذر، إذا تشوف السيف يحمله قريب من جسمه يحمي في نفسه، مو يقطع فيه أو يحارب فيه، يدافع فيه عن نفسه. لازم تكون على طول في طاقة الهواء، طاقة التعقل، مو طاقة القلب. عريس لقطة ما أدري، أو حتى عروس لقطة ما أدري شو يقولون، إن أنا ما مو مصدق حصلت هالشخص. لا، محتاج إنك تحكم عقلك، لأن إذا حكمت عقلك راح تشوف إن في مشكلة. شنو المشكلة اللي قاعدة أسمعها هني؟ واحد ناضج أكثر من اللازم، مثل الفاكهة اللي نضجت أكثر من اللازم، ولكن لحد الآن ما تزوج، في علامة استفهام كبيرة
على استعداد ورغبة ومدى التزام هذا الشخص بالزواج بالارتباط. طاقة هذا الكرت كذي، أنا متأكدة 100% أن طاقتها كذي، وهو نمط للشخص اللي شفناه في قراءة المنفصلين. لا تستثمر معاه وقت، خليك كأنما هني دائما في رمشة عين، مستعد أنك ترحل تتباعد تخرج نفسك حتى من التعامل معه لما تشوف منه أي علامات تحذيرية، أي ريد فلاكس على طول تسحب، ما عندك وقت تضيعة. وآخر كرت شلون لازم تتعامل معه؟ البرج. البرج هني يقول لك إذا ما سويت أول كرتين راح يصير اللي صار مع الشخص اللي في قراءة المنفصلين. شنو اللي أحسه صار؟ نتعلق بشخص، لأن أول شيء إحنا نقدم القلب في ثقافتنا، أول شيء نقدم القلب، مو أول شيء نقدم معاييرنا وشروطنا والعقل، لا. فما يصير في فلترينج، ما يصير في ترشيح. شنو فلترينج بالعربي؟ ما يصير في أشخاص معينين تنطبق عليهم الشروط وهم اللي يدخلون حياتك، يصير في دخول عشوائي للأشخاص، حتى الأشخاص اللي شكلهم من بعيد مناسبين وزينين ولكن حقيقتهم عندهم مشكلة تخص الطفولة، تخص الارتباط، تخص عندهم مشاكل عاطفية. انت مو شغلتك ولا حتى انا شغلتنا ان احنا نحل مشاكل الناس العاطفية اللي ما يبي يرتبط بسبب انه عنده ازمة، بسبب انه عنده شيء في نفسيته، مو شغلتك انت تحلها. لكن شغلتك ان انت تختار الشخص، تنقيه، تفحصه حتى تحت المجهر في البداية، عشان بعدين ما تستثمر معاه وايد وتكون وصلت لمرحلة التعلق وبعدين تنصدم لما هو اللي حط كذي سيف قدامك ويقول لك انا ما اقدر ارتبط، انا ما افكر بالارتباط، انا صراحة مو هذا اللي كنت ابيه من العلاقة. لحظة البرج اللي لازم اطيح الكلام اللي صعب احنا نسمعه، اللي ننصدم فيه لما نسمعه، اللي لما نسمعه خلاص نصير ما نقدر نقف، ما نقدر نوقف على طولنا خلاص. برج الدلو انت من انضج الابراج، وانت اللي ممكن تفهم ان احنا مو وظيفتنا نساعد شخص على النضوج وناخذ شخص تحت جناحنا، بما ان برج الدلو هوائي، مو انت شغلتك اللي تاخذ شخص تحت جناحك اوكي وتصلح فيه الاشياء المكسورة. ابدا الطاقة لك ان مو هذه شغلتك، لا تكرر النمط اللي صار مع هذاك الشخص. آخر مجموعة المرتبطين، أول سؤال كيف يراك الشريك؟ أربعة الخماسيات. الشريك يشوفك إن أنت شوية عندك تحفظ على الصرف، صرت حذر أكثر ماليا، إنزين، وأيضا في نفس الوقت ما صرت تثق بالناس وتعاشرهم بسهولة، وايد حذر مع الناس. عندك أيضا نظرة دونية، تشوف أن أنت أفضل من الناس وأفهم من الناس، يمكن جزء ترى من هالكلام صحيح. أنا برج الدلو ماستر الأبراج الهوائية، هو صاحب السيف، بسرعة يقدر يكتشف حقيقة الآخرين، عشان كذي حذر في تعاملاته، هو يشوف أن عندك مخاوف وحذر. ستة السيوف ولكن مقلوبة، لما تكون كذي معناته إحنا مستعدين أن نمضي قدما في درس مؤلم تعلمناه، في حقيقة مرة تعاملنا معها، مستعدين أن نمضي قدما. لما يكون الكرت مقلوب مثل ما طلع عندك، كأنما شريكك أحسه واقف من بعيد يبي يساعدك ولكن ما مو في يده. هذا التغيير يقول لك فقط أنت اللي تقدر تحققه يا برج الدلو. إن شنو؟ إن صح في ناس خذلونا، ممكن من أهله، من أهلك، ممكن حتى من الأصدقاء، ناس وثقنا فيهم استثمرنا معاهم وخسرنا، فصرت الحين مو مستعد تستثمر مع أي شخص. البيجج أو ألم اللي صار في الماضي قاعد تحمله معاك لكل علاقة جديدة، علاقة صداقة، علاقتك مع الشريك، علاقتك مع أي شيء، الشيء كأنما أثر وانطبع في نفسيتك أوكي. وكرت النجم هذا أيضا كرتك، ولكن هني مقلوب. لما يكون الكارت كذي معناته امل، الامل موجود، انت فقدت الامل بخصوص اشخاص معينين،
شريك يشوفك ان انت فقدت الامل او وصلت لمرحلة يأس من شيء معين، من بزنس، من صداقات، من هو سوى شيء زعلك مثلا، فكأنما هو انت معاه من اجل الشراكة، ما تبي تنهي الشراكة، ولكن في نفس الوقت ما قاعد تنمو معاه. احس ان انت خلاص استسلمت، قلت هذا الشخص شريكي ما راح يتغير، ما راح اتعب نفسي واحاول معاه. ويمكن يكون اشخاص ثانيين، انت اللي تقدر تعرف. السؤال اللي بعده، ما هي نقاط قوتك في العلاقة؟ اتمنى ان انت تقدر تطلع من هالطاقة يا برج الدلو، وتصير هني كروتك مستقيمة. اظل حذر مع من تستثمر وقتك وطاقتك، ولكن على الاقل الاشخاص اللي يستحقونها يقدرون يحصلون على الامل، الحب، التعاطف، الثقة من جانبك. ما هي نقاط قوتك؟ كرت الرجل المعلق، بعدين كرت العالم، وآخر شيء سبعة السيوف. من نقاط قوتك أو النقاط القوة اللي يشوفها الشريك فيك، إن أنت عندك حلول لأصعب وأكثر المسائل تعقيدا، عندك حلول مبتكرة. لو انتهت الحلول عند كل الناس، في ناس معينين في أبراج معينة دائما عندهم الحلول لهاي المشاكل العالمية الكبيرة المعقدة. مشاكل كبيرة حلها بسيط عندك أنت، هذه من نقاط قوتك، إن ما تنعدم عندك الخيارات، ما تنعدم عندك الأفكار، أنت بحر أو محيط من الأفكار الخلاقة. يعني حتى لو صادك تعسير مع الشريك أو في وضع غير، عندك حل. لو بغيت توجد الحل، توجد الأمل، تقدر توجده، تقدر تعكس هالطاقة. سبعة السيوف، تعرف ترى من نقاط قوتك ان انت تعرف متى تكون الامل والطاقة الايجابية، وايضا تعرف متى تكون الطاقة السلبية. احس هني برج الدلو انت مو داخل في طاقة خارجة عن سيطرتك، لا، احسك انت باختيارك، لان هذولين فوق بعض، انت باختيارك قلبت هذا الكرت، قلت تعرف شنو، ما راح اعطي اي شخص ما يستحق وقتي، رحمتي، تعاطفي، حتى ابتسامتي. ما راح اعطي اي شخص اشوفه ما يستحق او اجامل حتى او احاول ابدا، فقط اللي يستحقون هم اللي راح اعطيهم. يعني ابتديت تتبع سياسة صارمة، اوكي. سبعة السيوف هم هني اللي تحت النجمة المقلوبة. ما عندك مشكلة ان تحارب الظلام بالظلام، ان تكون في المنطقة المحايدة. المنطقة المحايدة يعني انت لا ايجابي لا سلبي، اللي عاملني بطيب بعامله بطيب، اللي عاملني بسوء بلعن خيره. انت تقدر بسرعه انك تغير طاقتك، وهذه ترى من نقاط القوه. ولو ان في ناس يمكن ما يتفقون معاك ان انت لازم لا دائما ايجابي دائما وردي، الحياه مو دائما ورديه، محتاجين اسلحه مختلفه للتعامل مع مواقف مختلفه، وانت تملكها وانت الماستر مالها، لان هذا السيوف وانت ماستر السيوف. بالمختصر لا تخلي احد يقول لك او يملي عليك شنو تسوي. من يقول ان احنا لازم دائما ردة فعلنا لإيذاء الاشخاص، ان دائما نسكت، دائما نكون مثل الشجرة، اذا ما اعطيناهم ثمر ما نؤذيهم. من يقول ما في على هني اشوف برج الدلو قاعد يقول على قد طاقتي، اما راح احذف او ارد السوء بالسوء، او راح اسكت بس ما راح اتعاطف انيمور. تقدر تطلع عندك طاقة التمرد زيادة، طاقة الظلام، وأنا بالعكس أحبها، كل طاقة لها وقتها ترى. إنزين، كيفية التوافق بينكم لشهر 8؟ عندنا ملك الأرض، أنت اللي قاعد تحط الاستراتيجية، أنت اللي قاعد تخطط، أنت اللي قاعد تحط خطة الأموال اللي تكون الضخمة، أنت اللي قاعد تخطط، شريكك هو اللي قاعد ينفذ. انت تخطط هو ينفذ، في بينكم توافق جميل، خصوصا في الامور العملية، الامور اللي تخص الاموال جدا جميلة. اشوف هني احتمال كبير لتغيير مفاجئ في حياتكم انتو الاثنين، تغيير ايجابي كبير. وقلت لك هني انت محيط افكار خلاقة، يمكن احس في لحظة انت والشريك تقررون قرار كبير يخص ان تفتحون ممكن مشروع معين، تغيرون الدولة اللي تعيشون فيها، قرار ضخم يفاجئ اللي حولكم، ما حد يتوقعه ويصدم الآخرين، وتكونون مخبين عن الناس مثل الحرامي، لأن سبع سيوف هو الحرامي في منتصف الليل، مثل الحرامي في منتصف الليل ما تقولون للناس حتى المقربين،
وإنما تصدمونهم بخبر يمكن أنتوا راح تبتعدون، أنتوا راح تعيشون في منطقة ثانية whatever، ولكن هذا الخبر، هذه التغييرات الإيجابية اللي أنتوا على وشك أن تدخلون فيها راح، ما بقول لك فقط تحسن دخلكم المادي، أنتوا والشريك خصوصا إذا كان من برج ترابي، إنزين راح تدخلون في مرحلة اسمها الثراء، مو يسر الحال، لا هني أشوف الثراء، من بين عندنا صعوبة في الأموال إلى الثراء. وآخر كرت برج الجدي، برج الجدي الترابي، كرت الشيطان. كنت أبي أقول شيء بخصوص هذا الكرت، توافق بينك وبين الشريك راح يكون في، ما بقول لك انت هني على وشك ان تدخلون نقلة نوعية، في توافق بينكم الحمد لله، انت تخطط وهو ينفذ، ولكن في شيء يزعلك شريكك راح يخبيه عنك خلال هذا الشهر، مو بسبب خيانة او شيء، لا بسبب خايف من ردة فعلك، ما يبي يزعلك. احتمال كبير انه مثلا يعطي احد، يسلف احد فلوس مثلا بدون ما يقول لك انتم متفقين على خطة معينة عشان تشترون بيت، عشان تقومون بهاي التغيير الضخم، تتحولون للثراء، هو راح يسوي شيء من وراء ظهرك، يسوي بنية صافية، ولكن لو دريت عنه راح يزعل، ما راح يهدم العلاقة، مو من الاغلاط اللي تهدم العلاقة، ما اشوفها اغلاط كبيرة، وانما اغلاط ان شريكك شوي راح يكون متعاطف مع الاخرين اكثر منك في الفترة القادمة. اوكي، او في شيء وعدك انه يتركه، مثل التدخين، مثل انه يدين، يسلف الناس، مثل انه مثلا ما يصرف اكثر من هالمبلغ على هذا الشيء، وعد معين بخص هذه الاشياء راح يسويها بدون ما تدري وما يخبرك عشان ما يزعلك. عزيزي برج الدلو.